ممثلا لوزارة الداخلية، وزارة السكنة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجمعية ديال الجهات، المملكة، مندوبية التخطيط ومجموعة الأمران، وكل هذه المؤسسات هي معنية بطبيعة الحال بهذا الموضوع. بطبيعة الحال شكرا جزيلا للجنة الدائمة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بعرضها لهذا الموضوع للنقاش والتداول العمومي، وكذلك الحضور والمتابعة للحضور للسادة رؤساء اللجنة الجهوية من أكادير، مراكش، فاس، وكذلك لصديقنا الجمعية الائتلاف المغربي للأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا الحال مرحبا بكم في هذا اليوم الصباح للتداول حول الموضوع الذي توصلتم له، المدن الناشئة ومغرب أفاق وتحديات حقوق الإنسان. طبعا الحال نطرح هذا الموضوع من جوانب متعددة. أولاً، يعيش العالم واحد انتقال حضري وانطلاقا من التطور الديموغرافي كذلك المغربي السريع جدا الذي سيشهده المغرب، حيث سيقارب 28 مليون نسمة بحلول 2023 كحضريين. طبعا هذا يساعدنا من حيث نحن في المجلس من حيث فعالية حقوق الإنسان. كذلك كنا قد أثرنا منذ 2019 التفاوتات المجالية وأثرها وتأثيرها ومساءلتها من حيث فعالية الحقوق. ثالثا، نحن على مشارف المنتدى العالمي للسياسي الذي سينعقد شتنبر المقبل في نيويورك حول التنمية المستدامة. طبعا الحال هذا ما نسميه بالميباركور ديال تقييم هذه الأهداف ديال التنمية المستدامة، ومن بينها هدف 11 اللي هو هدف رئيسي في هذه في مواكبة هذه التحولات القلوب الجغرافية والتحولات الديمغرافية. الهدف 11 مهم جدا وهو الذي يسائلنا من حيث هذه التقييمات. أولا الهدف 11 يقول يجعل المدن، يعني الدول الحكومات، يجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة آمنة مرنة ومستدامة. أربعة ديال الكاليفيكاتيف ديال الوعود. طبيعة الحال هذا بالنسبة لنا نعتبره جوهر فعالية الحقوق التي قد أثرناها وسجلناها وصدقنا عليها في استراتيجية عمل المجلس خلال هذه الولاية المعتمدة على فعالية الحقوق. إذا هذا الموضوع نثير من جديد هذا الموضوع الهدف 11 وفعالية الحقوق، باعتمادي أن هذه المدن الناشئة في هذا الهدف 11 اعتماد حقوق الإنسان كمرتكز للنهوض بالتوسع الحضري المستدام والشامل اجتماعيا وتطويري من أجل تعزيز المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله. ظاهرة التحضر في تزايد مستمر للمغرب وعبر العالم. سجلنا في عدد من المناطق بالمملكة المغربية تحول متواصل لتجمعات سكانية ليس بمجال حضري ولا قروي، هي تجمعات تجمع كمدن لكن ليست لها البنيات التحتية الضرورية ولا الفضاءات الضرورية ولا الإدارات العمومية. وكنت أمس في نقاش حول موضوع يجري اليوم في احتجاجات بمنطقة بجهة أكادير مع رئيس اللجنة. إذا من هنا يثير المجلس في هذا التوسع وفي هذه الإشكالات، يثير المجلس التدبير لهذه التحولات، تساؤلات حول التدبير الترابي الأمثل لمدينة دامجة لجميع الفئات، ضامنة لحقوقها، مستدامة، تسعى على المدى الطويل إلى إعمال حقوق الإنسان والنهوض بها، هو ما أطلقنا عليه وما أثاره السيد الرزق بالمدن الناشئة باعتبارها أحد الحلول لمواجهة الكثافة السكانية وضبط ارتفاع أسعار العقار وكذلك تحديات فعالية الحقوق. نقول بأن المدن الناشئة حتى تكون
من بين الأركان الاستراتيجية للسياسة العمومية كمدن كيف يتم تدبيرها الترابي من طرف المؤسسات المعنية بالتدبير الترابي سواء من وزارة الداخلية من وزارة السكن والإعداد التراب أو للمجموعات على نهر العمران وغيرها من المجموعات التي تهتم بالتدبير الترابي. مدن الناشئة اعتبارها أحد الحلول ممكن أن تكون أحد الحلول لمواجهة الكثافة السكانية. ضبط ارتفاع أسعار العقار إشكال كبير جداً يعيشه الساكنة، وكذلك تحديات فعالية الحقوق بشكل عام. إذن إحداث المدينة حاضنة لحقوق الإنسان ينبثق أساساً من الحق في المدينة، وأثارها السيد الرزاق في بداية تقديمه على اعتبار أن هذا تفعيل هذا الحق يعكس مدى تفعيل الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية. الحق في المدينة إذن هو حق جامع يرتبط به الولوج بالحق في السكن، في الصحة، في التعليم، الماء، البيئة والثقافة والبيئة السليمة والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية وضمان العيش الكريم وتكافؤ الفرص كذلك. نرى بالمجلس أن تحقيق فعالية حقوق الإنسان تعتمد على منظومة حكامة تتحقق فيها الالتقائية، هو ما نصب ومنعون إليه منذ أن بدأنا نشتغل على فعالية الحقوق الالتقائية في بين المشاريع لتكون لها الأثر الإيجابي في السياسات العمومية وإعمالها مبنية على مقاربة حقوق الإنسان. طبع الحال السيدات والسادة، تقييم وتنفيذ استراتيجية حضرية تضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان هو ما يبرر تنظيم المجلس لهذه الندوة، غايته الوقوف على الإكراهات والرهانات ذات الصلة بالترسانة القانونية. فشكرا للحضور المؤسسات المعنية لهذا الموضوع لتنيرنا وتوضح لنا الإشكالات أو تقولنا بأن المقتضيات القانونية هي صالحة اليوم، ممكن هل تدبيرها وتفعيلها يواجه إشكالات التفعيل أم ليها هناك ضرورة من مراجعتها من أجل مدن جديدة تضمن ما نريده، فضاء عمومي آمن للجميع ودامج لكل الفئات بما فيها الأشخاص في وضعية إعاقة، يشجع على برامج القرب ضد العنف ونبذ الكراهية، يواكب عصرانة المعلومات لتصبح المدن الجديدة مدن ذكية ودامجة، وهو اليوم أهم المشاريع الدولية سمارت سيتيز. أجدد إذن الترحيب بكم والشكر موصول لكم على عدم قبول دعوة المجلس لنتحاور أولا حول الموضوع، لنسوغ ثانيا بعض الإشكاليات المرتبطة به سواء قانونيا أو عمليا أو ميدانيا، ونتوافق ثالثا على توصيات تمكننا جميعا من التذكير بها أو إعمالها في مهامنا كل منا في اختصاصه. إنها في نظرنا في المجلس أحد الأجوبة المهيكلة لتدبير التفاوتات المجالية وضمان فعلية الحقوق والاستباق في تدبير مدن دامجة ضمن التطور الديمغرافي للمغرب، والتقوى أحد الأجوبة لهذا التحدي للتطور الديمغرافي. شكرا لكم.